تعويض كبوه كاس الرابطه امام منافس كان يبحث عن النقاط الثلاث. نوايا السريع كانت واضحه عندما وصلوا الى شباك المولوديه بعد ركنيه نفذت بالشكل اللازم، هدف منح الثقه اللازمه للمضيف. ابناء غليزان كانوا يعرفون حق المعرفه ان الفوز لا غير يبعدهم مؤقتا من منطقه الخطر ليتمكنوا من الوصول الى غايتهم للمره الثانيه تواليا وسط حيره دفاع المولوديه وحارسهم. الحمراء حاولوا العودة إلى أجواء اللقاء لكن دون جدوى، وهذا راجع لتسرع خط الهجوم. في الجهة المقابلة هجمة السريع المعاكسة كانت سريعة وخطيرة في آن واحد وكادت تقتل المباراة. بلدية وهران تمكنت من الوصول لمرمى سريع غليزان أخيرا وقلصت النتيجة بل وحاولت التعديل. لكن النقاط الثلاث حسبها أصحاب الدار في نهاية المطاف، فوز في غاية الأهمية للفرقة الغليزانية على حساب المولودية الوهرانية. أهلي البرج سجل فوزا